بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. ذكر من أعظم الأذكار التي استناها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليها وضيعها كثير من المسلمين في هذا في هذا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الذكر أو يعرف إن يعني سناه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقوله 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. سبحان الله وبحمده. لو الناس تعرف سبحان الله وبحمده فيها الثواب عظيم قد ايه، ما كانش انسان يفرط فيها ابدا ابدا. انا هقول لحضرتكم المناقب، بعض المناقب العظيمه، لان المناقب العظيمه سبحان الله وبحمده لا تحصى. هقول لحضرتكم بعض المناقب العظيمه اللي جاءت عن فضل عظيم الذكر سبحان الله وبحمده. اول شيء جاء في الصحيح، والحديث صححه الالباني، من هاله الليل ان يكابده والمال أن ينفقه فليكثر من سبحان الله وبحمده، فهي أفضل عند الله من أن تنفق جبل من ذهب في سبيل الله، وهي أفضل من إنفاق الورق والذهب. يعني ده نص الحديث. الحديث معناه إيه؟ من هله الليل أن يكابده والمال أن ينفقه، أي يعني مش قادر ينفق في سبيل الله ومش قادر يقيم الليل، من هله الليل أن يكابده فليقسم. إذن سبحان الله وبحمده تعوضه عن قيام الليل وتعوضه عن إنفاق الورق، وهي أفضل عند الله من إنفاق جبل في سبيل الله. فإذن أنت لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة أفضل من عند الله أنك أنت تنفق جبل زي جبل أحد ذهب في سبيل الله. شوف الصواب العظيم، طبعا عظيم جدا جدا، لا تستطيع عدادات الدنيا كلها ان تحصيها. هي انفق افضل عند الله انفاق الورق والذهب، افضل من تنفق جبل في سبيل الله. فدي المنطقه، المقابله الاولى، انها لا انها تعادل انفاق ذهب في سبيل الله، جبل ذهب في سبيل الله. الشيء المنطقه الثانيه، ان سبحان الله وبحمده اذا قيلت 100 مره وظبت عليها لن ياتي احد يوم القيامه بافضل بعمل افضل من اللي انت جيت بيه مهما عمل، الا انه يقول زي ما انت قلت او يقول اكتر من انت قلته، حتى ولو جاهد في سبيل الله وحج واعتمر. يعني اذا هي تعدل وربما تفوق الحج والجهاد في سبيل الله والعمره والحج. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده 100 مره لم ياتي احد يوم القيامه بعمل افضل مما جاء به، الا اشترط الا ان يقول مثل ما قال او افضل مما قال. الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم بشكل عام، ما حدش هيجي احسن منه الا لو قال زيه او افضل منه، وما استثناش حد. يعني اذا اللي بيجاهد في سبيل الله وبيحج وبيعتمر و و و وبيقيم الليل لو قصر في هذا الذكر لن يصل الى ثواب الذي يقول سبحان الله وبحمده. شوف الثواب العظيم، دي المنقبه الثانيه. يبقى اذا هي تعدل وتفوق الجهاد في سبيل الله والحج والعمر. يبقى الانسان اللي بيقول سبحان الله وبحمده يخسر الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم محدش هيجي بعمل افضل منك الا لو قال زيك، ده الشرط الوحيد. يبقى انت لو قلت سبحان الله وبحمده وهو ما قالش وعمل اعمال ثانيه زي الجهاد في سبيل الله والحج والعمره لن نصل الى ما تصل اليه. وليس يعني لهذا الحديث معنى غير هذا. المنقبه الثالثه، سبحان الله وبحمده، انا قرات في ابن كثير: من قال سبحان الله وبحمده كتبت له 100,000 حسنه، 100,000 حسنه و24,000 حسنه. شوف الصور العظيم، يعني 124,000 حسنه مره واحده، اضرب بقى في 100 يبقى حوالي 13 مليون حسنه. هتاخدهم في قد ايه؟ في 3 4 دقائق. دي المنقبه الثالثه. المنقبه الرابعه، هتغرس في الجنه 100 شجره. الشجره الواحده يمشي الراكب في ظلها يوم القيامه في الجنه 100 عام لا يبلغ اخرها، سقانها من ذهب وجذوعها من ذهب وأوراقها كأوراق أذان الفيلة. شجرة تمشي في ظلها أكتر من 100 سنة ما تبلغش شهر. يبقى أنت لما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة غرست 100 شجرة. الراكب يمشي فيها 100 سنة ما بيشغل. يبقى زودت في ميراثك في الجنة قد إيه؟ وثمار الشجرة دي لو أكل منها أهل المشرق والمغرب لأكفتهم. يعني أهل الدنيا كلها لو أكلوا منها تكفيهم وتفيض شجرة واحدة بس من 100 شجرة. دي المنقبة الرابعة أو المنقبة الخامسة. يعني دي بعض مناقب سبحان الله وبحمده. ايضا من المناقب العظيمه التي لا تحصى،
ان انت لو قلتها 100 مره تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. الا سواء كبائر او صغائر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذنوبك الا الكبائر المتعلقه بحقوق الادميين فقط. دي بعض المناقب، هنشوف يعني الثواب افضل من انفاق جهه في سبيل الله، جبل في سبيل الله. تعدل الحج والعمره والجهاد في سبيل الله وتفوقهم، لان ما فيش حد هيجي احسن منك لو انت قلت الا زي يقول زي اذا كان قال زي. تالت حاجه هتاخد اكتر من 12 مليون حسن او 13 مليون حسن. رابع حاجه هتغرز لك، هتغرز 100 مليون 100 شجره، الشجره مسافة ظلها بس اكتر من 100 سنه ماشي، وثمارها تكفي اهل الدنيا كلهم، وسكانها وجذوعها، جذوع سكانها من ذهب وجذوعها من زبرجد وياقوت ومرجان. ف يعني دي بعض المناقب العظيمه سبحان الله وبحمده. فيا ريت، ومش هتاخد منك 3 4 دقايق لو قلتها بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العشاء. ثم انها سنه مؤكده عن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يواظبون على سبحان الله وبحمده 100 مره واكثر واكثر. ده عبد الله سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان بيسبح الله سبحانه وتعالى 12000 تسبيحه في اليوم، 12000 تسبيحه، وانت مش عايز تقول سبحان الله الحمد لله 100 مره؟ هنقف جنب الناس دي ازاي يوم القيامه؟ يا جماعه اتقوا الله، ما تستخفوش بالسنن وما تستخفوش بالاذكار، هتندموا اشد الندم يوم القيامه. ما من عبد يمشي في طريق او يمر عليه ساعه لا يذكر الله فيها او يصلي فيها على نبيه الا وكانت عليه حسره وطر يوم القيامه، وان كان من اهل الجنه، وان كان من اهل الجنه. لو مرت عليك ساعه ما ذكرتش فيها الله سبحانه وتعالى، شكلها حيوانات. إذا مرت عليها ساعة في الغابة لم تذكر فيها الله سبحانه وسلط عليها الله سبحانه وتعالى وحشا ليفترسها. فيا ريت نرجع لربنا سبحانه وتعالى، يا ريت الذكر اللي بقول لكم ده ذكر عظيم جدا، يا ريت تحافظوا عليه سبحان الله وبحمده. أنا هكتب لحضرتكم المناقب العظيمة دي تحت هذا الفيديو، يا ريت تنسخوها وتنشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت من النهاردة اللي بيقصر في هذا الذكر مش هياخد منك 3 4 دقايق، هتاخد كل المناقب العظيمة اللي قلتها لك دي. يعني هيبقى في ميزانك يوم القيامة إنفاق الذهب والفضة، ملايين الحسنات، 100 شجره او 200 شجره كل يوم، لو قلتها 100 مره الصبح 100 مره هيدخل هتغرس 200 شجره لا يعلم ظلها الا الله سبحانه وتعالى وثمارها الا الله سبحانه وتعالى. ده غير غفران الذنوب، غفران ما تقدم من الذنوب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي، يا ريت تنسخوا اللي انا هكتبه تحت.